الخبر الأول اللي عدنا عن نارين بيوتي وصول حسابها الإنستغرام للخمسة مليون متابع، فألف مبروك وأقبال 10 مليون يا رب. طبعا نارين احتفلت بهذا الإنجاز بالبداية، نزلت هذا الستوري على حسابها بالإنستغرام تقول بيه شفتوا شو صار، تحمس الناس، بعدين تقول لهم وصلنا 5 مليون متابع. فلا تنسون يا حبايب تباركوا لهم بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن أحمد أبو الرب والتقاءه ويا باسل الحاج ومامو العيساوي. فأحمد أبو الرب نزل على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات عن الالتقاء، وبنفس الوقت يحكي بيه عن المعركة أو المشكلة اللي كانت بينه وبين مامو العيساوي. بالنسبه لاشخاص ما يعرفون شنو كان صاير بيناتهم، فواحد كان منزل على الثاني مقطع انتقاد. المهم راح احط لكم الستوريات عشان تفهمون اكثر. في هذا الانسان يا اصدقائي صار لي زمان نفسي اشوفه اخيرا. لا عليك طلعت انسان. اهلا وسهلا حبيبنا باسل الحاج. ممكن المس لحيتك؟ الشخص الثاني اللي شفته هاي شو الحرب العالمية الثالثة اللي صارت على اليوتيوب؟ هاي هيك بداية بس البداية ناوي. طبعا أنا ومامو عساوي أصدقاء هيك صالحنا خلص أصلا ما في إشي ما في إشي بالمرة ما بكره. احكي لي خلف الكواليس اللي صارت. الخبر الثالث اللي عدنا عن ماريانا واخيرا خلصت اغنيتها الجديده. فاللي يتذكر لما نزلت مقطع قبل حوالي شهر واعلنت بيه عن اغنيه ماريانا الجديده، واليوم واخيرا خلصت هذه الاغنيه. فماريانا نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات هي وعمر الكيلانو يعلنون عن اكمال الاغنيه، فراح احط لكم الستوريات على مود تفهمون اكثر. عايشة لك احلى سنين في العمر يا ضيق. طبعاً ويا كابل اليوم يا ووو جايز استنوا غنيتي. هلا كنت عم دندنة سمعت غنيتي خلصت، فحبيت انشر هذا الخبر عن طريق ستوري عمر. كمية المياعة حسنا حالة. فاكتبونا يا حبايب بالكومنتاج قد انتم متحمسين لأغنية ماريانا الجديدة. الخبر الرابع اللي عدنا عن نورمار وعن الانجاز الخرافي اللي سواه وتحديداً بأغنيته الجديدة. فنور بهذه الأغنية وصل 1 مليون لايك و1 مليون تعليق و12 مليون مشاهدة ب5 أيام فقط، وهذا يكون أول عربي يوصل للمليون تعليق، ففعلا شيء خرافي. طبعا نور نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يحتفل به ويا الجلادين على هذا الإنجاز الخرافي، ويشكر كل الأشخاص اللي دعموه على وصول هذا الإنجاز. فطبعا ألف مبروك نور مار على هذا الإنجاز، وألف مبروك للجلادين. وبس والله إنه وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة 3 مقاطع بيوم واحد. وبس كان معكم فيزين، مع السلامة.